المشاركة ديالي في هذه المسابقة ديال الرسم، يعني كل سنة كنشارك في المسابقة ديال الرسم كتكون مع جمعية المنظمة القطرية. هذه السنة حصلت على الرتبة الثانية، وكانت الأجواء يعني جميلة، وكانت منافسة قوية بين الفائزين على الثلاث الأوائل. والمسابقة هي واحد الفرصة باش نقدموا فيها الإبداع ديالنا. احنا كفنانين عرائشيين كنمثلوا المدينة، وكان 19 فنان اللي شارك. كانت هذا المركز الأول مدينة الرباط، المركز الثاني مدينة عرائش، المركز الثالث مدينة عرائش. اختاروا منهم واحد الموضوع أو أكثر، عطونا الصقر وعطونا واحد الموضوع في واحد الطيف مع السانوكي، وانا خسرت الصقر. يعني طبعا كاينه معايير ديال كاينه في التحكيم، يعني معايير ديال يعني ديال الاتقان، معايير الجانب الجمالي، الجماليه ديال الصقر، الوضع ديالو، الالوان، الضوء، الى اخره. هما المعايير اللي كيعتمدوا عليها. بالاضافه الى ذلك تعتبر يعني انت دزتي بعده الدورات، يعني هاد الدوره اش كتعني بالنسبه لك؟ دائما كتفوز. الحمد لله، هذا العام السادس كنفوز، يعني من بدات كنشارك في مسابقه الرسم الحمد لله، يعني خديت المركز الاول، يعني ثلاث مرات، المركز الاول، المركز الثاني، المركز الثالث، وهذا العام هذا المركز الثاني.